بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله رح نبدأ نتعرف على معادلات الدرجة الأولى. أول حاجة رح نبدأ نتعرف عليها هو تعريف المعادلة وإيش معنى معادلة. المعادلة هي تحتوي على إشارة يساوي. المعادلة تحتوي على إشارة يساوي ويكون فيها متغير واحد أو أكثر. إيش يعني متغير واحد؟ يعني يكون فيها حرف أو حرفين، يعني مثلا يكون X أو Y، تكون هذه هي صورتها، تمام؟ مثلا زي AX زائد B يساوي صفر. الـ A والـ B رح يكونوا عبارة عن أرقام، الـ X حيكون حرف مجهول. هذا معنى متغير واحد أو أكثر. أول صورة رح نتعرف عليها هي معادلات الدرجة الأولى. معادلة يعني فيها مساواة. الدرجة الأولى يعني الحرف هو الأس، للحرف يكون هو أس واحد. مثلا زي 4x زائد 10 يساوي صفر. هذه أول ما نشوفها عشان نعرف هي معادلة ولا لأ، هنشوف فيها إشارة مساواة يعني معادلة. طيب نشوف هل هي من الدرجة الأولى ولا لا. الإكس هو عبارة عن أس واحد، يعني من الدرجة الأولى. طيب كيف راح نحلها؟ راح نحتاج نوجد قيمة الإكس، يعني لازم الإكس تكون لوحدها في طرف عشان نوجد قيمتها. مثال زي أول مثال، أوجد قيمة إكس في المعادلة 5x سالب 20 يساوي صفر. هذه أول ما نشوفها رح نعرف إنه معادلة لأنه فيها مساواة. طيب فيها x واحدة والأس أس واحد. طيب إيش نسوي؟ راح ننقل، ما رح ينفع نجمع أو نتمم العملية بين حاجة فيها x ورقم عادي. إيش راح نسوي؟ راح ننقل الرقم العادي للطرف الثاني بإشارة مخالفة. هنا مثلا 20 هي عبارة عن سالب 20. إيش راح نسوي؟ راح ننقلها للطرف الثاني بإشارة مخالفة، حتصير موجب 20، حتصير 5x يساوي موجب 20، حتصير زي كده زي اللي باللون الأزرق، تمام؟ طيب بعدين إيش نسوي؟ إحنا نحتاج الإكس لحالها، وهنا الإكس جنبيها الخمسة، والعملية اللي بين الخمسة والإكس هي عملية ضرب. طيب إيش راح نسوي؟ ما راح ينفع ننقل الخمسة للطرف الثاني لأنه العملية ضرب. إيش راح نسوي عشان نخلي الإكس لحالها؟ راح نقسم على نفس الرقم الموجود هنا. هنا الموجود خمسة، يعني راح نقسم هنا على خمسة، وراح نقسم الطرف الثاني كمان على خمسة، نقسم الطرفين على نفس الرقم. هنا الخمسة راح تروح مع الخمسة، لأنه خمسة قسمة خمسة راح يعطينا واحد، فحتصير x يساوي نقسم 20 على خمسة راح يعطينا 4. إذا كده أوجدنا حل المعادلة هذه. طيب ناخد مثال تاني، أوجد قيمة x في هذه المعادلة. هذه المعادلة عبارة عن سالب 3t زائد 21 يساوي صفر. هذه عبارة عن معادلة لأنه فيها مساواة. طيب إيش نحتاج نسوي؟ نحتاج ننقل الرقم لوحده في طرف. هنا الرمز اللي عندنا T، ما فرقت إذا كان عندنا T X Y، المهم حرف مجهول. راح ننقل الرقم هذا للطرف الثاني بعكس الإشارة. هنا الإشارة موجبة، راح لما ننقلها راح تصير سالبة. راح نقول ننزل سالب 3 T يساوي، لما ننقل موجب 21 راح تصير سالب 21. طيب احنا نحتاج الحرف يكون لوحده، وهنا العملية اللي بين الرقم والحرف هي عملية ضرب، ما راح ينفع ننقل الرقم. فايش راح نسوي؟ راح نقسم على نفس الرقم اللي هنا، يعني راح نقسم على سالب 3، وهنا كمان راح نقسم على سالب 3 للطرف. السالب 3 قسمة سالب 3 رح يعطينا 1، خلاص رح تصير t لحالها، يساوي سالب 21 قسمة سالب 3. ننتبه على قانون الإشارات، سالب قسمة سالب موجب،
21 قسمة 3 رح يعطينا 7. كده أوجدنا قيمة التي. تمام؟ إذا كده حلينا أول نوع من معادلات الدرجة الأولى. طيب ننتقل لحاجة تانية اللي هي هذه المعادلة 3x سالب 7 يساوي 2x زائد 1. بما إنه فيها مساواة يعني هي معادلة. طيب هل هي من الدرجة الأولى؟ راح نشوف الإكس هنا، الإكس أس 1 وهنا الإكس أس 1، إذا معادلة من الدرجة الأولى. طيب هل هي في مجهول ولا مجهولين؟ كيف راح نعرف؟ المجهول دائما يكون نفس الحرف، يعني هنا إكس وهنا إكس، ممكن تكون إكس واحدة أو 2x، يعني هنا إكس وهنا إكس، المهم يكون الحرف نفسه. إذا كان الحرف نفسه بس مكرر، إذا راح تكون في مجهول واحد. طيب كيف راح نحل هذه المعادلة؟ كيف راح نخلي الإكس لحالها في طرف؟ راح نكتب المعادلة زي ما هي. إيش راح نسوي؟ هنا 3x راح نجيب عندها اللي في الطرف الثاني مين في إكس؟ هذه 2x، راح نجيب نفس اللي معاها إكس في الطرف الثاني، راح نجيبها عند 3 بإشارة مخالفة. هنا مثلا هي موجب 2 راح تصير سالب 2x، صارت 3x موجب 2x. لا عفوا، هي موجب راح لما نقولها الطرف الثاني راح تصير سالب 2x، راح تصير 3x سالب 2x يساوي هنا عندنا الموجب 1. طيب هنا تبقى عندنا هذا الرقم لحاله، ايش راح نسوي؟ راح نخلي الرقم مع الرقم، راح ننقل السالب 7 للطرف الثاني ونغير الإشارة، راح تصير موجب 7، راح تصير 1 موجب 7، ونتمم العمليات. 3x سالب 2 3 سالب 2، ناخد إشارة العدد الأكبر ونطرح، راح تصير 1 وإكس يساوي 1 زائد 7، راح يساوي 8. كده صارت الإكس لحالها، خلص ما في جنبها رقم، نكون كده أوجدنا قيمة الإكس، إذا الإكس طلعت تساوي 8. كده نكون حليناها. طيب نوجد كمان صورة تانية لمعادلات الدرجة الأولى. أوجد قيمة واي في المعادلة هذه، سالب 5 في 2 سالب واي تساوي 15. إيش راح نسوي؟ أول حاجة راح نوزع، لأنه في أقواس راح نوزع. نضرب سالب 5 في 2 راح يعطينا سالب 10. سالب 5 ضرب سالب واي سالب ضرب سالب راح يعطينا موجب. 5 ضرب واي راح يعطينا 5 واي، وننزل تساوي 15. لو لاحظنا هذه صارت معادلة نفس اللي أخذناها أول، بس إنه هنا 5 واي صارت هنا، ومشكلة ما فرقت. المهم إنه نخلي الرقم مع الرقم والواي في النهاية تصير لحالها. إيش راح نسوي؟ هذا هو الرقم اللي عندنا سالب 10، راح ننقله للطرف الثاني بإشارة مخالفة، هو سالب راح يصير موجب. راح نقول 5 واي، هذه ما تتغير الإشارة، تساوي 15 زائد 10. نتمم العملية بين 15 زائد 10، راح يعطينا 25، حتصير 5 واي تساوي 25. طيب هنا الواي لسه ما هي لحالها، كيف راح نخليها لحالها؟ راح نقسم على 5 للطرفين، هنا حتروح 5 مع 5 حتصير واي تساوي 25، قسمة 5 راح يعطينا الجواب 5. كده نكون أوجدنا قيمة واي في هذه المعادلة. تمام؟ طيب في صور ثانية لمعادلات الدرجة الأولى اللي هي ممكن تكون على صورة كسرين. أي حاجة تكون على هذه الصورة راح نضرب طرفين في وسطين، راح نضرب إكس سالب 1 في 2، راح نضربها بأنه نوزع الاثنين مع الإكس ومع السالب 1، 2 في إكس راح يعطينا 2X، و2 في سالب 1 راح يعطينا سالب 2، وننزل المساواة ونضرب 1 في 3، 1 في 3 3،
لو لاحظنا إنها صارت معادلة نفس الأولى، إيش راح نسوي؟ راح نقول سالب 2 للطرف الثاني بإشارة مخالفة، راح تصير 2x تساوي 3 زائد 2. 3 زائد 2 راح يعطينا 5، وننزل 2x. طيب لازم الاكس تكون لحالها، ايش راح نسوي؟ راح نقسم على 2، نقسم على 2 للطرفين، هتروح الاثنين مع الاثنين هتصير اكس تساوي، هل ينفع نقسم 5 على 2؟ لا، اذا راح تكون الاكس تساوي 5 على 2. كده نكون اوجدنا حل لو كان المجهول على صورة كسر. راح نكمل في الفيديو القادم حل معادلة الدرجة الأولى على صورة جذر. تمام، إذا ما فهمتوا أي سؤال أو إذا عندكم أي سؤال أو استفسار في الجزئية اللي أخذناها اليوم أكيد تقدروا تسألوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.